لم يطوى بعد ملف اجتثاث قضاة الموصل حتى عادت من جديد سلسلة هجمات لتستهدف القضاء العراقي من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى. ثلاثة قضاة استهدفوا في أيام معدودة، نجا منها اثنان، فيما لقي الثالث مصرعه بإطلاق نار في حي العربي شمال الموصل. يوم أمس استشهد القاضي عباس حسين العبادي قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف نينوى إثر اعتداء مسلحين عليه في منطقة حي العربي قرب منزله، وهو القاضي العاشر الذي تقدمه رئاسة استئناف نينوى قربانا للعدالة ولمواقف قضاتها. يتناوب القضاة في الموصل على إدارة أخطر ملفات المدينة، ألا وهو ملف الإرهاب على نحو دوري كل 6 أشهر، خشية استهدافهم مع طوال فترة بقائهم، لكن ذلك لم يحد من تلك العمليات التي تطالهم بين الآونة والأخرى. فلا نستطيع إلا أن نقول للأجهزة الأمنية المنتشرة والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير، لا نريد أن يكون هذا الاستهداف الأخير للقاضي الشهيد بإذن الله تعالى الأستاذ عباس مقيدا ضد مجهول كما تعودنا منذ عام 2003 ولحد الآن. ويواجه القضاة صعوبات جمة ومحاولات لإقصائهم، إذ يحظى قضاة قادمون من بغداد باهتمام الحكومة والأجهزة الأمنية، لكنهم أقل تصنيفا من قضاة الموصل، وتخصص لهم طائرات خاصة لتقلهم من بغداد إلى الموصل وبالعكس، فيما أدى قضاة الموصل مهاما وظيفية في محافظة ديالى التي لا تقل سخونة عن الموصل، لكنهم يستخدمون سيارات أجرة للتنقل بين المدينتين. انظر إلى هذا الاستهداف لأنه استهداف للقضاء العراقي النزيه والحر. برحيل قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الموصل، ارتفع عدد ما قدمه القضاء العراقي في الموصل إلى 10 ضحايا، ولم يكشف بعد ما الغاية من استهدافهم، هل هو المنصب أم عناوينهم التي تشغل حيزا كبيرا في الإعلام أم أسباب أخرى. للشرقية نيوز، جمال البدراني، الموصل.